والعجيب عباد الله أننا نرى اليوم شيخ الأزهر في صف هؤلاء العلمانيين والليبراليين، فتراه يهاجم الملتزمين بشرع الله عز وجل ويقول يحذر الناس من الذين يتمسكون بالقشور. أقول له أنت لست عندك قشور ولا لباب، ليس عندك شيء، بل يعني أنت من فلول النظام السابق وأنت من لجنة السياسات. وكم ناديت قبل ذلك بإسقاط شيخ الأزهر والمفتي لأن هؤلاء كانوا من أعمدة النظام السابق، يسترون عورة النظام ويبررون انحراف النظام، فهو ليس عنده هدي ظاهر وليس عنده عقيدة صحيحة سلفية، بل هو يعتقد اعتقاد الصوفية هو والمفتي. فنقول له أنت في خندق أعداء الإسلام وأنت أقرب إلى العلمانيين والليبراليين، فلا يجوز لك أن تتكلم عن الإسلام ولا نرضى أن تتكلم باسم الإسلام وباسم الدعوة إلى إعلاء كلمة الله عز وجل. المشكلة دائما في الفلوس، الفلوس إذا وقفت وراء شيء تفسده. يعني أنا مثلا ما كان عندي فلوس ومؤمن بمذهب معين، بعتقد أن هذا المذهب يجب أن يسود، وبالتالي يجب علي أمام الله أن أنا أنفق إلى آخر. ما يسمونه بالمذهب السلفي، وهو أصبح ليس مذهبا واحدا، هناك مذاهب كثيرة، وكان يراد لهذا المذهب هو الذي يجب أن يسيطر على أدمغة المسلمين وعلى عقولهم وعلى سلوكهم أيضا. من يعني يظن أن ممكن جمع المسلمين على مذهب واحد هذا واهم، لأن هذا فكر ساذج جدا، لأن المسلمين والصحابة اختلفوا منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وورثنا هذا الاختلاف. والنهاردة يراد لنا أن نعيش لمذهب واحد بعينه ونحمل عليه حملا، وتكفر المذاهب الأخرى أو تفسق أو تبدع. تعودنا منذ نعومة الأصفار كما يقولون أنه لا يوجد رأي واحد يعبر عن الإسلام أو متحدث رسمي واحد باسم الإسلام، هناك 4 و5 و6 وكله صح. الذي يراد لنا الآن حشدنا في فكرة واحدة، مذهب واحد، رأي واحد، ويفسق هذه الآراء. احنا تعلمنا أن كل الآراء دي صحيحة. جمهور الأمة الإسلامية لم يكن على هذا المذهب الذي يبشر به الآن، وهو ما يسمى بالمذهب السلفي. لكن احنا كأزهر لا نبدع ولا نفسق هذا المذهب، ولكن نضعه في حجمه الحقيقي. لا يمكن أزهري حقيقي يمكن أن يقع في هذا المذهب إلا إذا كان من الأزهريين الذين يعني أصابهم ضعف الدراسة في المرحلة الأخيرة وسيطر عليه بصورة أو بأخرى. لكن لا يمكن، لأني كيف لذهن تدرب يعني 4 سنين و5 آدي 9 و4 13 سنة على التعددية وعلى تصحيح كل الآراء أن يجي بعد كده ويقول لك والله الرأي ده هو الصحيح، مذهب السلف الصحيح والباقي كله فساق. ده مستحيل، إلا إذا كان هو لم يتعلم في الأزهر تعليما حقيقيا، وهذا قد حدث. يعني حدث، وأنا عندي يعني الشجاعة أن أعترف بأني في فترات معينة فعلا كانت الدراسة في الأزهر شكلية جدا، وبحيث هيئت بعض الناس لأن يختطفوا أو أن يعني يقعوا في براثن هذا المذهب أو ذلك. إنما لا يوجد أزهري مال وهدومه حتى يحلم بأنه ممكن هذه المذاهب تؤثر عليه. وإحنا كنا نرد على هذه المذاهب وإحنا طلب.